سميتي بسم الله فرج الكرب سميتي بسم الله فرج الكرب سميتي. لبس اللباس شخصية الإنسان ويعبر عن مكانة اجتماعية أو حالة اقتصادية معينة، ويختلف بحسب طبيعة المكان من سهل أو بحر أو جبل، حيث يعكس الهوية التراثية وعادات وتقاليد المنطقة. في حوران، حيث تلبس النسوة لباساً مميزاً يسمى الكسوة، يبدأ من الرأس، فتضع النسوة على رؤوسهن ما يسمى العرجة، وهي عبارة عن قطعة قماش مزينة بليرات تكون غالباً من الذهب، وتكون ألوانها ملائمة للثوب أو ما يسمى الشرش، وهو مصنوع من القماش الملون أو الأسود أو الجلابية، تكون مطرزة على القبة والأكمام وتزين بما يدعى الشويحية، وهي عبارة عن حزام مصنوع من الصوف الملون والمغزول أو المجدول. وغالباً ما تضع فوق كل هذه الكسوة عباءة ترتديها المرأة تسمى الدامر، تلبس على الوجهين ويكون لونها خمرياً أو أزرق أو أخضر غامق، بينما يختلف الدامر بالنسبة للرجال، حيث يكون كمه مفتوحاً ولونه بنياً أو أسود أو كحلياً. ارتداؤه يدل على هيبة ووقار الرجل بين أهالي عشيرته أو منطقته، كما يكثر لباسه في المناسبات الاجتماعية وحل المشاكل والخلافات بين الأهالي. يلبس مع الدامر الشماخ، وله أكثر من اسم، حيث يدعى في بعض المناطق القضاضة، الكوفية أو العمامة. ارتبط اسم العمامة أو الكوفية بالكفاح الوطني منذ ثورة عام 1936 في فلسطين، حيث كان الثوار يخفون وجوههم لتفادي الاعتقال، كما ارتبط بالفلاحين حيث اعتادوا على وضع الكوفية لتجفيف عرقهم أثناء حراثة الأرض وللوقاية من حر الصيف وبرد الشتاء. يثبت بالعقال المصنوع من شعر الماعز، وكلمة العقال تأتي من العقل، حيث يوضع على قمة الرأس، وغالباً من يرتديه يكون عمره أكبر من 40 سنة. ويعرف عن أهل حوران عند رؤية رجل من غير عقال فهذا دليل على الحزن أو المشاكل، وجملة نكست عقالنا تقال عند قيام شخص بعمل شائن، حيث يعتبر العقال رمزاً للشرف والإباء والشهامة. لا يمكن التقليل من رمزية العقال في منطقة حوران، فقد تم تنكيسه للتعبير عن الاحتجاج ضد ما فعله عاطف نجيب مع أطفال درعا، على أمل أن يعود ليعبر عن انتصار الشعب السوري في مطالبهم، أو ليكون من جديد رمزاً للعزة والنصر.